إن شاء الله من يوم الأحد وهو بعد أسبوع واحد من دخول معظم المرضى الموجودين راح تعاد الفحص الفيروسي للمرضى، وهذا الفحص لازم يعاد ولازم يكون عندنا نتيجتين سالبتين، ويمكن نضطر نحن نعيده أكثر من مرة على أساس نتأكد. فإذا صارت هذه النتيجتين سالبتين نعيد يمكن another two ثنتين وعلى أساس نتأكد أنهم كم سالب قبل لا نقول للمريض أنه ممكن يروح البيت، نتأكد من خلو الجسم من الفيروس فما يعدي عندما يخالط ويرجع إلى منزله مع أهله. هذا جدا جدا مهم، وهذا إن شاء الله من يوم الأحد بدي، لأنه كان أسبوع من أول حالة وصلتنا مملكة البحرين راح يطبق على جميع الحالات. ترى 38 حالة هذين يعني ما يحتاجون يكونون في مستشفيات، يعني ممكن تخليهم في أي مكان معزول عن الثانيين. إحنا خليناهم في مستشفيات عشان نطمن ونطمن أهاليهم إن في هناك رعاية مستمرة. هذا لا يعني إن في يوم من الأيام بنشيلهم من المستشفيات لو احتجنا، هي فقط لطمأنة أهالي المرضى إن هناك رعاية لهم مستمرة.